اخواتنا واخواننا الاعزاء مرحبا بكم معكم اخوكم بشير فاضل. اليوم حنتكلم عن الانترفيو في سلسله من عشر حلقات، طب ليه مهم انه اشوف السلسله هذه؟ ليه مهم انه اتابع السلسله هذه؟ ليه مهم انه استعد انا للانترفيو؟ لأن الشيء الوحيد بينكم الضل يعني الشيء الوحيد الضل بينه وبين الوظيفه هو الانترفيو. يعني غالبيتكم ما شاء الله فيري كواليفايد لو انت طبيب يور اكسلنت دكتور لو انت مهندس اكسلنت مهندس لو انت سي دي ال حابب تقدم لتراكنج كمباني ما شاء الله عندك السي دي ال وعندك يعني يو ريدي فور ات بس بنروح على الانترفيو وبيجينا رساله بتاعت الرفض بنروح على الانترفيو الثاني وما في حد بيرد علينا بنتكلم مع ريكروتر بعد يوم يومين ما فيش رد طب هم محتاجين واحيانا بيجي بعض الأعزاء يعني الاعذار بدل ما انتقد نفسي بقول بجيب اعذار والله لانه كبير في السن والله لانه صغير والله لانه عندي لهجه والله لانه يعني هم عنصريين لا لا هم بشغلوا اصحابهم فقط فبجي باعذار عشان اغطي للعجز اللي عندي في مساله الانترفيو. مساله الانترفيو عباره عن فن عبارة عن فن والرحلة هذه يعني لا أكثر من 25 سنة وأنا في رحلة هذه الأسباب السبب الأول قبل 25 سنة وأكثر كنت أنا اللي بروح على الانترفيوز فأنا خايف كيف الرزم تبعتي كيف أعمل كفر ليتر ولا ما أعمل كفر لتر طيب السي في الرزم المفروض تكون أربع صفحات ولا صفحة ولا صفحتين بعد كده رحت على الانترفيو بعد كده سألوني أسئلة ويردوا علي بجواب الرفض مرة مرتين لغاية ما يعني الحمد لله يعني اتوافقت فيها بعد كده اشتغلت في الشركة بعد كده كنت جزء من لجنة الانترفيوات فكنا بنعمل انترفيو للناس بنشوف الإجابات الصح والإجابات الخلط. الخطأ وأشوف آراء الناس التانيين المانجر ليه, ب... ليه يعني بيسأل السؤال هذا وليه بيرد على السؤال هذا الريكروتر ليه بيسأل السؤال هذا وليه بيسمع الإجابة هذه تيجي الخطوة اللي بعدها يعني بعد ما تكلمنا عن الانترفيوهات الآن إنه صرت مانجر فكمانجر أنا بديت أشوف ليه المانجر بيسأل السؤال هذا ولي إنه إجابة الناس بتصور إنه إجابة صح تكون إجابة خطأ آه وبعد كده الحمد لله صار عندي شركه ففي شركتي برضه يعني بنعين نعين الناس ونعمل لهم انترفيوز فيري امبورتنت واخيرا ليه اكثر من 13 سنه بدرس كلاس تبع انترفيوز فاحيانا عندي ناس حتى مش ماخذين كلاس ممكن في مجالات مختلفه بيقول لي والله احنا رحنا الانترفيو اول مره وما ردوا علينا ورحنا ثاني مره وبعثوا جواب الرفض وبعد شوي نتعذر لنفسنا والله لانه انا يعني احتمال انا من البلد هذه او خلفيتي كده او لهجتي كده او هم يعني اصدقائهم فقط او لو انت فوق ال 40 و50 سنه ما حد بعينك وهذه كلها بعتبرها نوع من الاعذار فعاده بعمل ايه؟ بقول للناس طب سجل الانترفيو ريكوردت خلي معك ريكوردر ولا بتليفون ولا جهاز ريكورد وخلينا ننتقده مع بعض. انا حديكم مثال ونكته بس عشان انتم تشوفوا القص طبيعي اوكي حديكم نكته دائما في كلاس الانترفيو بنديها. اتصوروا انه جيتكم وبشتكي لكم انه انا تقدمت لاسرتين حابب اتزوج من اسرتين الاسره الف والاسره باء وهم نفس الاسره ونفس الخلفيه ونفس الشيء نفس الطبقه. فلما رحت قدمت لاسره ايه رفضوا. وزعلوا احتمال حتى ضربوني كمان ونفس نفس الشخص بشير رحت الاسره باء وافقوا وقالوا خلاص مرحب بك فاللي رفضوا هذول انا زعلان بقول هذول يعني فاهميني غلط والان عندي لهجه والان من البلد هذه والان كبير والان صغير ولأنه كذا فبديت بتقول له طب انت قلت لهم ايه الاسره الف قلت لهم ايه الاسره باء الاسره الف لما رحت اتقدم عشان اخطب بنتهم يعني سالوني طيب ها انت ليه جيت عندنا في البيت؟ قلت لهم يلا شوفوا انا انسان يعني ما شاء الله متعلم وانسان متثقف وبخاف ربنا وحبيبة اتزوج قلت خلينا اشوف اول بنت القاها واول بيت ألقاه اتزوج منه انت اول بيت لقيته فقدمت. طيب والاسره باء الاسره باء قلت لهم لا انا صح اني مستعد بس اهم شيء في الزواج اني اشوف اسره ممتازه زي اسرتكم وبيت ممتاز وعنده اخلاق زي بنتكم فيكون لي الشرف انه انا اتقدم لكم ولاسرتكم ويعني ففي واحد حتى أنتوا كاصدقائي حتضربوني ألم قلم على الـ على على الخطبه الاولى، انت حمار انت كلب انت تروح يعني للناس تقول لهم اول بنت ودخلت لا، طب انا انا فهذه نفس المشكله في الانترفيو انه عندنا خبره وعندنا المعلومات ونحن وير ولكن بدخلنا العباره في الانترفيو او بيسالونا سؤال وبنجاوب بطريقه غير طريقه السؤال. يعني اول سؤال يسال اي شخص في اي انترفيو هو وات دو يو currently دو؟ اي 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 انترفيو تروح له بيسالوك ما خبرتك؟ انت ايش شغلك اليومي؟ فبتجد انه الواحد مش مستعد للسؤال فاول اجابه بتجاوبها خطا بيجاوب انه انا اي ورك از يو نو اي 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 فالا هذه معناتها ما عنده ثقه، يو نوت كونفيدنت على طول بنحط عليها اكس. مع انه انت بتشتغل وبتشتغل فيري جود وفيري هارد بس لأنه ما مارسنا ما مستعدين للاسئله الانترفيوات، فبتصير هذه المشكله عندنا، طيب من الاسئله اللي بيسالونا اياها برضه دائما مساله تيل مي اباوت يور سترينث اند تيل مي اباوت يور ويكنس. ما هي القوة فيك؟ ما هي ميستك أنت؟ ما هي يور سترينث؟ والويكنس يعني الضعف فيك، نقطة ضعفك. فلما يجي في السترينث نحن آه مش متعودين نمدح أنفسنا. يعني عندنا مثلا التواضع في غير مكان، مش متعودين نمدح أنفسنا. فلما يقول لي تيل مي أباوت يور سترينث، بقول له ماي سترينث يو نو أي 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 لايك أي إنجوي أي 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 ورك سام تايمز وذ فهو الانترفيور كمانجر انا بقول اذا انت مش عارف السترنت تبعك طيب أنا اللي دراني ف... فعلى طول بحط اكس ما انت فيري سترونج وتكوني انت فيري سترونج بالانترفيو يو ديد فيري جود بس لو مش ممكن توصفوا لي السترونج تبعكم لا رحتوا فيها نفس الشيء الويكنس طب ايه نقطه الضعف؟ من المشاكل في الانترفيو بعض الناس بيظنوا الانترفيو زي الكونفيشن زي يعني غرفه يعني الاحترافات انا بحترف باخطائي فليجي يقول لي مثلا ضعفك والله ضعفي انه يعني انا فاكر في حد راح على الانترفيو فيري كواليفايد الشخص هذا very educated very qualified عنده excellent خبرة ممتازة جدا سألوه على ما هي نقطة الضعف وانا عارف ان الشخص انا الشخص بعرفه يعني شخصيا وعارف انه very qualified بس سألوه ما هي نقطة الضعف تبعك فقال نقطة الضعف تبعي my weakness is I'm very bad with time I never finish things on time نقطة الضعف تبعي الوقت يعني مهما أحاول عمري ما أخلص شيء بوقته لا هو عنده بي اتش دي وعنده خبره فاكيد انه بخلص الاشياء بوقتها بس يعني هو قال نوع من اللي يعني الهمبل نوع من التواضع فقال يعني ما بخلص شيء بوقته فعلى طول حطوا اكس وتوقعوا ايه انه ردوا عليه؟ لا ما ردوا عليه ورفضوه مع انه الانترفيو نص على الاجابات كلها فيري جود بس سؤال بسيط زي هذا بوظ عليه فاحنا في, حنا في السلسله هذه تبعت الانترفيوهات حنعمل بعض الاشياء الشيء الاول انا فين بجد الوظائف؟ في ويب سايتس انا بجد فيها الوظائف في ويب سايتس الريكروتر بيدوروا على الناس فيها يعني لما اروح على لينكدين، لما اروح على دايس، لما اروح على مانستر، لما اروح على انديد دوت كوم، الريكروتر نفسه بدور عليا فيها، فلو انا عندي بروفايل حيلقونه بسرعه، لو آه, لو لو انا رحت عليهم برضه بقدر القى وظائف بسرعه واقدم للوظائف هذه بسرعه، فحنحكي على فين اجد الوظائف وفين الريكروترز حيجودوني بطريقه اكثر عشان القى فرص اكثر للتوظيف. الشيء الثاني الجوب ديسكربشن. اهم شيء بالانترفيو الجوب ديسكربشن. الجوب ديسكربشن هو يعني لازم ندرسه دراسه. يعني ما تقول انا عندي خبره، يعني مثلا انا طبيب ومقدم لوظيفه. المستشفى هذه بالتخصيص عندهم سوفت وير اسمه ماي تشارت، ماي تشارت هذه يعني في الميديكال ريكوردز حقت البيشنتس فكاتبين في الجوب ديسكريبشن احنا محتاجين طبيب مخصص كذا كذا ويستخدم ماي تشارت. وبرضه انه الدكتور هذا يكون عنده ثلاث سنوات خبره في كذا وست شهور كذا ويعمل برزنتيشن ويستخدم ماي تشارت. فانا في الرزمي تبعتي ما كتبت ماي تشارت. ولما رحت على الانترفيو ما ذكرت ماي تشارت. فبغض النظر <applause> لما يج... نيجي يعني سالوني وما ذكرت ماي شارت يبقى لما يجي واحد ثاني اقلت الخبره مني يعني عنده 10 سنوات طبيب وهذا عنده ثلاث سنوات خبره فقط بس ذكر كلمه ماي شارت وانه انا استخدمت ماي شارت وعارف ماي شارت هاي عينه عنده خبره اقل لانه هيز مور كواليفايد فور ذا جوب ديسكربشن فاحنا مساله الجوب ديسكربشن از فيري امبورتنت كيف ندرس الجوب ديسكربشن فعندنا حلقه على مساله الجوب ديسكربشن كيف ادرسها بعد كده مساله الريزومي الرزمه مهمه جدا، كيف صيغه الرزمه؟ الناس كثيره بتيجي من العالم العربي عندنا شيء اسمه السي في، هي بتكتب فيها الـ يعني الـ الديانه المتزوج ولا مش متزوج، كم من العيال عندي، هذه كلها يعني ضد القانون الامريكي، مش انها خطا ضد القانون الامريكي، ممنوع انك تكتب ديانتك او متزوج ولا مش متزوج او لا لا، يعني ف... فبنجد اشياء كثيره مش متعودين عليها، فمساله الرزمي في عندنا حلقه على الرزمي، كيف اكتب الرزمه الصحيحه؟ طيب بعد كده في مساله الانترفيورز انا في اي مجال لما اجي اقدم له وظيفه في ثلاثه من الناس اللي حقابلهم ما يسمى بالريكروتر او الاتش ار شؤون الموظفين بعد كده المانجر الهايرنج مانجر بعد كده الـ Coworkers هم برضه حيعملوا الانترفيو فانا لازم اكون مستعد للثلاث انواع هذول من الانترفيوات واعرف كيف اجاوب الاجابه الصحيحه السايكولوجي تبعتهم في الاجابه. طيب الشيء الرابع انه في ما يقارب 40 سؤال تسال في جميع المجالات. فأنا لو 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 تمكنت من اجابه ال 40 سؤال هذول يعني اولموست مضمون اولموست مضمون 100% انه اول قد تجعل. طيب بعد كده مساله الكونفدنس مهما كان انا بني ادم مهما كان انا رايح على انترفيو فحكون نيرفس حكون مضطرب شويه وحكون خايف انه من المدير وخايف من كده ففي بعض الاشياء بننصح بيها بتسهل علي الانترفيو بتخليني مور ريلاكس بالانترفيو بتخليني فيري هابي بتخليها كونفرسيشن فعاوزين نعرف ما هذه الاشياء اللي بتعمل الكونفيدنس الشيء الاخير برضه مساله الاوفر الاوفر انه جات الوظيفه قالوا حتدفع لك 60 دولار بالسنه قبلت على طول انا قبلت 60000 60000 بعد ما اشتغل بشهر شهرين يعني بكتشف انه يعني الشخص اللي بيشتغل نفس الشغل اللي جالس جنبي على نفس الوظيفه بياخذ 80000 وانا باخذ 60000 طب ليه؟ لانه اي ديد نوت negotiate انا ما عرفت انه كان من حقي اتفاوض في الراتب لو قالوا 60 اقول له انا عاوز 70 انا عاوز 75 انا عاوز 80 عاو من حقي تو مش مش يعني مكتوبه كده فهذه كلها بعض الاشياء في السلسله هذه نتمنى انكم يعني تتابعوا معنا وتعملوا سبسكرايب وربنا يوفقكم ان شاء الله حتى كل واحد يجد الوظيفه اللي بيحبها ان شاء الله ربنا يوفقكم اخواتنا واخواننا الاعزاء